ولد الإعلامي عبد الرحمن يغمور في مدينة جدة في عام 1358 للهجرة، وأمضى سنوات عمره متنقلاً من عمل إلى آخر. في عام 1387 للهجرة ابتعث للمملكة المتحدة للانضمام إلى هيئة الإذاعة البريطانية لدراسة الأعمال الإذاعية، وكانت له مشاركات عدة في بعض البرامج الإذاعية اليومية والأسبوعية وقراءة نشرات الأخبار. وفي عام 1396 للهجرة ابتعث للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة الجامعية في مجال الإعلام ولمدة 5 سنوات. وفي عام 1400 للهجرة حصل على درجة البكالوريوس في الإعلام من شابمان كولج في لوس أنجلوس بكاليفورنيا. وفي عام 1401 للهجرة حصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا، حتى استقر به الحال في عام 1383 للهجرة مذيعاً في التلفزيون السعودي، وتدرج فيه في مناصب عدة إلى أن أصبح مديراً عاماً له بعد انتقاله إلى الرياض. ارتبط اسم المذيع عبد الرحمن يغمور بتقديم نشرات الأخبار والبيانات الهامة على شاشة القناة الأولى ورؤية هلال شهر رمضان وإعلان عيد الفطر المبارك. بيان من الديوان الملكي جاءنا من مجلس القضاء الأعلى ما يلي: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، فقد ثبت شرعا لدى مجلس القضاء الأعلى دخول شهر رمضان المبارك عام 1408 هذه الليلة. امتاز اليغمور بصوت مؤثر طبعه على كثير من الأدعية الدينية التي كان ينتجها ويقدمها التلفزيون السعودي آنذاك، لا تزال عالقة في الأذهان إلى يومنا هذا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قدم اليغمور العديد من البرامج التلفزيونية، كان أبرزها يوم جديد وبرنامج بك نستعين. من في الوجود عليه نعتمد إلا الإله الواحد الصمد، فرد الجلالة ليس يدركه عقل وليس كمثله أحد، قد أشرقت في الكون آيته وبها تغنى الصادح الغرد. بعد تقاعده عمل يغمور مذيعا متعاونا مع إذاعة جدة، وقدم وأعد عددا من البرامج الإذاعية المختلفة. الأستاذ القدير عبد الرحمن يغمور مدير القناة الأولى سابقا، حياك الله معنا في برنامج وينك. أهلا وسهلا بك، والحقيقة أن أنا سعيد أني ألتقي بك في هذه المناسبة. أنا سعيد أكثر أستاذنا القدير، واسمح لي أوجه لك أول سؤال في برنامج وينك. تفضل. وينك؟ أنا الآن في جدة، أنا أمضيت كل حياتي في جدة والرياض، هذه الحقيقة الفترة اللي أنا قضيتها. فترة كبيرة أو طويلة؟ طويلة جدا. طويلة جدا، وعشت فيها أنت يعني. أحد رموز الإعلام السعودي، يعني عصرت الإعلام السعودي منذ بداياته. أو يعني في معلومات كثيرة، السيرة الذاتية وكذا وأشياء زي هذه. جميل. موجودة كلها، ممكن الواحد يتكلم عنها. راح نحكي عن أغلب السيرة الذاتية بإذن الله. بس يعني أنا حاب أرجع معاك للبدايات أبو فيصل. بدايات عبد الرحمن يغمور. الوالد كان يعمل في توزيع الصحف. يمكن كانت حتى يعني مهنة صعبة في ذاك الوقت. وتوفي فجأة. يعني هذه من الأشياء اللي أنا أثرت فيك. تأثرت فيها كثير يعني. هذه الحياة يعني، ما هو ما كان يقصد إنه يعني
يموت ولا شيء لا سمح الله، هذا حصل. أثر فيك شخصيا يعني؟ طبعا طبعا. والدي كان عمرك يعني كنت في الشباب، في شبابي، في 19، كان عمرك 19 سنة، وفجأة أتوكل على الله. تذكر أستاذ عبد الرحمن البدايات الأولى اللي قررت فيها تذهب للإعلام، كيف حبيت الإعلام، كيف دخلت الإذاعة؟ والله الإعلام يعني شيء مهم، مهم جدا، ويحتاج إلى إنك تعيش حياتك في هذا الجو. فزي ما كنت مثلا أنا في الرياض، أنا أضطر إني أقعد أعيش أنام بالساعات، بالساعات أنام في التلفزيون. كنت تنام في المكتب؟ أنام في المكتب. أنا أعرف أنه مكتبك كان في مكتب آخر حتى تنامون أبداً فيه أبداً. أنا 24 ساعة وأنا موجود، ما تغادر المكتب ولا أغادر المكتب، ما أقدر أغادر ولا أحب أن أغادره. ليش ما يعني تقدر؟ لو خرجت مثلاً في هذا لا سمح الله صار أي شيء في الطريق ولا كذا، لا، أنا إنسان واقعي قاعد في نفس المكتب وأقعد بعد كده بعد ما أخلص طبعا أكتب مواضيعي وأشياء دي كلها، وبعدين لما أتعب خلاص أبغى أنام ويصير عندي هذا فترة طويلة، أقوم أخذ بعضي وأروح لغرفة صغيرة كانوا حاطينها هم، أدخل وأنام كل الفترة اللي أنا فيها في الرياض. في الآخر وصلت لمرحلة قلت لهم يا جماعة الخير أنا إنسان وبشر، مو معقول لأنه أنا أفضل سنوات قاعد هذا وأهلي هناك في جدة، في جدة. طيب حتى لو كان قالوا لي روح لجدة حروح، لازم حرجع مرة تانية، حرجع على هذا، ما عملت شيء أنا بس تعبت نفسي على الفاضي. فأصريت يعني هذا، فقالوا لي يلا يتوكل على الله خلاص يعني ما أرجع. ورجعت وعشت بعد كده مع أهلي وأنا في جدة. ما كنت تطلع في الرياض وتروح إلّا كنت أروح مع الملك عبد الله. إيه كنت قريب من الملك عبد الله. الملك عبد الله كان هو برضو يجي كمسؤول يعني مسؤول عن هذا، فيجي يعمل زيارة ودائما يجي يدخل عندي وكذا مش عارف ايه، وبعدين يروح يدخل مع المسؤول الثاني ويؤدي الواجب. بس مرت الايام على الطريقه دي، كنت اسافر معاه يعني انسان اقدر اقول لك يعني ملاك والله من جد، يعني ما ايش اني بقول هذا، رجل طيب 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 لاقصى درجه. حتى احيانا اذا احتاج هذا يتصل بي انت محتاج شيء انت كذا يعني الله، واحيانا حتى يجي هو مخصوص عشان يجي يقول لي خلاص اجيكم في الوزاره يعني يجيني الوزاره ويقعد ويدخل هذا ويسوي جوله يعني جولات ولقاء مع الاخرين اللي موجودين، وبعدين يجي عندي انا في المكتب يقول لي ها، لانه انا هو ذكاء الرجل يعني عارف انه انا بأنام هناك يعني خلاص كأني ما لي قيمة، سير نايم 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 نايم. فهو يجي مخصوص عشان خاطر يقول لي أقول لك لازم يعني تغير جو وتجي هذا، أروح معه جهت بيته هو هناك وأهله كذا، وأقعد معه وكذا وأتكلم وأتكلم وأتكلم، وبعدين يجي مرة ثانية يرجعني للوزارة، للوزارة مرة ثانية وبعد وهلم جر. تذكر أبو فيصل البرامج اللي قدمتها والناس حبوها، برنامج كل جديد، برنامج بك نستعين، صوت عبد الرحمن يغمور كان من الأصوات اللي يعني الكل يعشقها خصوصا في الدعاء. والله هو الإنسان مو بالضرورة إنه يتذكر كل شيء، خصوصا من واحد أنا دحين الآن في مرحلة يعني انسحاب. برنامج كل جديد، برنامج بك نستعين، كل جديد بك نستعين، الأسامي كلها موجودة هنا قدامك، شوف طالع لازلت تحتفظ في كل شيء، كل حاجة الآن أنت قل لي إيش الشغل الفلاني طلع لك هي كل ما كتب في وخط يديني مش أحد كاتب لي هي أبدا. تحب تجمع هذه الأشياء، تجمع
هذه الحاجات لو بدي زي ما تقول هذا نشوفها نديها لأحد بلاوي هتكون لأنه مليانة كلها فل. طيب لو سألتك عن الدعاء أستاذ عبد الرحمن، نعم، برز اسم عبد الرحمن يغمور كثير في بصوته وهو يدعو من خلال برامج في التلفزيون زي برنامج بك نستعين، نعم صحيح، من خلال الصلوات كلها موجودة كلها استخدمها وكل حاجة. طيب لو بغينا نسمع منك شيء بصوتك الآن دعاء عبد الرحمن نقوله كده نحاول طبعا الإنسان يختلف من سنوات العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أقول لك الله ييسر أموركم يا رب كمقدم هنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وأشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقني حسن الخاتمة. اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتني عند سؤال الملكين. اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهم وادخلهم في سيح جناتك. وبارك الله وبارك الله وبارك اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. اللهم آمين. من الأشياء طبعا الواحد يتأثر من هذا الموضوع اللي حصل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بلا عمد. سبحانك يا رب الأرض والسماء والكواكب والفضاء، يا رب كل شيء. سبحان الله العظيم، سبحان الخالق العليم. وجهت وجهي للذي فطر الحياة وأبدعا، ودعوته ورجوته وهو المجيب لمن دعا. سبحانك ربنا خلف جدار الشمس ترقد النجوم،
في قصرها الفضي تستريح نجمة، الصبح الطالع يبتسم للنجوم، ينفض كواكب الهموم، العنب تدلى من شجر مورق، الفل تندى من ماء الجدول. تشتاق اليوم أستاذ عبد الرحمن للتلفزيون لأيامك الأولى؟ كانت حلوة والله، ما أذكر شوف إنه أسأت لأحد ولا أحد حاول، إنه هو بالعكس أنا كنت تشعر براحة الضمير جدا جدا جدا. لو سألتك عن تكريم عبد الرحمن يغمور، التكريم في حياتك، هل تشعر إنك نلت التكريم اللي... والله التكريم هذا يعني واقف على الإنسان اللي يعزك، إذا كان يعزني بده يكلمني وكذا ومش فاهم. اللي يشوفك اليوم من خلال برنامج وينك بعد هذا الغياب الطويل، إيش تحب تقول له؟ أقول والله أنا سعيد جدا إني الآن معاكم، سعيد جدا مع حبايبي ومع أخواني ومع زملائي، بس وإحنا سعيدين أكثر أبو فيصل بهذا اللقاء، وتمنيت أنا شخصيا أنه هذا اللقاء يطول أكثر من يعني أنه لقاء قصير، تمنيت أنه يكون أطول وأكثر، ولكن ظهورك معنا حتى لو كان قصير هو إضافة وشرف كبير لنا في برنامج وينك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا لك أستاذ عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك أنت وللأخوان الآخرين اللي هم واقفين مساكين على رجولهم، الله أنا تعبان منهم صرت واجبنا هذا أستاذ واجبنا. يلا وإليكم هذا التقرير المصور الذي بثه التلفزيون السعودي. طائرة إيرانية تحمل الحجاج الإيرانيين إلى الأراضي المقدسة، وقوبلوا من سلطات أمن المطار كما هي العادة بكل ترحاب وعناية، حتى إذا ما مرت حقائبهم بأجهزة التفتيش الروتينية اشتبه الضباط المسؤولون في هذه الحقائب وبدأوا في تفتيشها، وحدثت المفاجأة الكبرى لضابط الأمن عندما اكتشف أن أول حقيبة تناولها التفتيش كانت تحتوي على مخزن في أسفلها مليء بمادة شديدة الانفجار، مما اضطره إلى حجز جميع الحقائب التي بلغ عددها 95 حقيبة، وجميعها ذات مخازن سفلية مليئة بمادة التفجير بما يبلغ وزنه 150 كيلو جراما. وانتقل الخبر فورا إلى السلطات المسؤولة في الدولة، وتشكلت لجنة للتحقيق. فماذا سجلت اللاقطات والعدسات؟ اعترف كبير ركاب هذه الطائرة الحملدار المدعو محمد حسن علي محمدي دهنوي بأنه ومجموعته قد قدموا لتنفيذ مهمة بأمر من القيادة الإيرانية، أي لاستخدام هذه المتفجرات في الحرمين الشريفين والمشاعر الحرام، حيث كان في المملكة ما يقارب 2,000,000 حاج من مختلف الأقطار الإسلامية في العالم يؤدون فريضتهم لحج بيت الله الحرام. اعترف هو وزملاؤه بالصوت والصورة بأنهم جاءوا يحملون الموت والدمار لضيوف الرحمن. هكذا أيها الإخوة المسلمون وأيها المشاهدون، يرى قادة إيران الإسلام الذي يستترون وراءه في ثورتهم الظالمة، وهكذا يرى قادة إيران أن انتهاك حرمة البيت العتيق ومناسك العبادة وقتل مئات الآلاف من المسلمين من تعاليم الدين الحنيف الذي يدعون أنهم حماته وأبناؤه. وعندما اكتملت جميع التحقيقات وثبت للجنة التحقيق أن عددا كبيرا من ركاب هذه الطائرة من الحجاج الإيرانيين لا يعلمون ما يحملون سوى أن الحقائب قدمت لهم عند السفر لوضع أمتعتهم فيها دون علمهم بمخازنها السفلية المليئة بالمتفجرات،